والإيمان فتفقهوا في شرعة الديان. الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج هداية السائل، حلقات متواصلة تأتيكم إن شاء الله على طول أيام شهر محرم الحرام، نجيب فيه على أسئلتكم العاشورائية التي ترد إلى البرنامج. ومن هذه الأسئلة سؤال ورد إلى البرنامج يقول: هل من يؤدي باسم الشعائر الحسينية من مراثٍ وغير ذلك هو جائز على نحو الإطلاق، أم أنها محدودة بإطار خاص، أم حسب الزمان كلما ارتضاه أهل ذلك الزمان واعتبروه من الشعائر يكفي في جوازه أم لا؟ السؤال واضح وللإجابة عليه نقول: في كل زمن وفي كل طور من أطوار الزمان هناك طرق لأداء الشعائر الحسينية، وأهمها أهم تلك الطرق ما عرف عن السلف، ما عرف عما قبلهم ممن كانوا يحيون الشعائر الحسينية. فكل أهل زمان إذا عرفوا عن آبائهم وعن أسلافهم طرقاً لأداء الشعائر الحسينية ينبغي التوقف حيالها، فما عرف من تأديتها والطرق التي تؤدى فيها عن السلف الصالح يكون هو ذلك الجائز من أداء الشعائر الحسينية. وإن كان الشعائر الحسينية لا تقف عند طريقة واحدة أو طرق متعددة، فكلما كانت الشعائر الحسينية تلبي هدفها الأول وهو نشر مظلومية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وبالخصوص منهم الحسين عليه السلام والفادح الخطب الذي حدث في ذلك اليوم الأليم يوم العاشر من محرم، هذا هو الذي يكون إيصاله إلى العالم، إيصاله إلى الناس، هو الهدف الأسمى للشعائر الحسينية. فبأي طريقة يمكن أن يصل هذا الهدف حينئذ يكون جائزاً. أيضاً هذا ليس على نحو المحدودية بل مطلقاً لا يحده حد. من الأسئلة أيضاً التي وردت إلى البرنامج صاحبها يقول: في هذا الزمان ظهر في المراثي الحسينية لدى بعض الرواديد ما يقرؤونه في الاستوديوهات الخاصة فيدخلون معهم آلات غير معروفة سابقا في الشعائر الحسينية، فهل هذا جائز؟ طبعا هناك آلات تستخدم ومعروفة أيضا عن السلف، منها ما يسمى بالدمام
ومنها ما يسمى بالبوق أو البروزان. هذه المسميات معروفة عند من يؤدي هذه الشعائر الحسينية، لأنها تبعث على الحماس وتبعث على تذكر ذلك اليوم الأليم الذي مر على أبي عبد الله الحسين عليه السلام. أما في هذا الزمان كما يقول صاحب هذا السؤال، يدخلون معهم آلات لكي تعينهم على أداء القصائد الحسينية. طبعا إذا كان ذلك يعد من الموسيقى في القصائد الحسينية، نعم، الاقتصار على الآلات المعروفة سابقا والتي ورثت عن السلف في أنها يعزف بها خلال المجلس الحسيني أو خلال أداء الشعائر الحسينية يكون لا بأس فيه حينئذ. أما هذه الآلات الجديدة الغير معروفة في أدائها للقصائد الحسينية أو ما يعرف بالردات، حينئذ ليس بجائز. أيضا من المسائل التي وردت مسألة يقول صاحبها فيها: كما ورد في حديث عن المعصوم عليه السلام: لا تقرأوا القرآن على لحن أهل الفسوق، فهل هذا النفي مخصوص بقراءة القرآن أم يتعدى إلى المراثي الحسينية؟ طبعا كما هو يعني فحوى الحديث أن القرآن هو الذي يختص بهذا الحديث، القرآن لا ينبغي أن يقرأ ويجود بألحان أهل الفسوق، يعني لا يمكن أن نقرأ القرآن بلحن أغنية مشهورة معروفة مثلا لأحد المغنين المشهورين مثلا، لا يمكن أن يقرأ القرآن بلحن أهل الفسوق أو بألحان أهل الفسوق. أما المراثي فلا يرد في الحديث، يعني غير مشمول بهذا الحديث. المراثي الحسينية تختلف عن قراءتها، تختلف عن قراءة القرآن. المراثي الحسينية هي قصائد، وقصائد يمكن أن تقرأ بأي لحن من الألحان. نعم، الألحان أهل الفسوق المشهورة المعروفة لا ينبغي قراءة القصيدة بها. نعم، يمكن قراءة القصيدة بألحان غير مشهورة، أو هي مثلا حزينة كما هي القصيدة أيضا حزينة، يمكن حينئذ. أما القرآن لا يختلف، والحديث يختص بالقرآن ولا ينتشر أو ولا يشمل المراثي الحسينية. نعم، أيضا لو كان الرادود، هذا سؤال أيضا آخر يقول صاحبه: لو كان الرادود فاسقا فهل يجوز له التصدي لقراءة المراثي الحسينية؟ طبعا للإجابة عن هذا السؤال ينبغي أن نقدم مقدمة في مسألة الرادود وشخصيته. شخصية الرادود ينبغي أن تكون شخصية ملتزمة، ذا التزام عالي على الأقل، أو معروف بين الناس بالالتزام الديني والأخلاقي. إن لم يكن كذلك سوف تكون القصيدة الحسينية مهما بلغت من جزالة ومن متانة، هذه القصيدة سوف يكون فيها خلة. لماذا؟ لأن المؤدي إلى هذه القصيدة غير ملتزم بالشعائر الدينية. فللإجابة عن هذا السؤال
أن الذي يتصدى لقراءة المراثي الحسينية أولا المفروض أن يكون الناعي على الإمام، على الإمام الحسين عليه السلام وأهل البيت عامة عليهم السلام بالمستوى المطلوب من الخلق ولينظر أنه لمن ينعى. هذا إذا كان بهذه الميزة من الخلق لا بد أن يعرف أنه ينعى من؟ ينعى الحسين عليه السلام، فلا بد أن يكون بمرتبة على الأقل توازي أو قريبة تكون من مرتبة الإمام الحسين عليه السلام. ثانيا، هناك فرق بين الأداء لهذه الشعائر والسيرة الخاصة لهذا المؤدي، فإذا كان متجاهرا بالفسق فلا يصح تصديه لمثل هذه الأمور. هناك الكثير من الأسئلة التي ترد إلينا، إن شاء الله سوف نقرأها عليكم في الحلقة القادمة. نلتقي بكم غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحق والإيمان، فتفقهوا في شرات الديان. الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام.